السلام عليكم، صبحكم الله بالنور والسرور. اليوم يا شباب بصور لكم 1960 الشفروليه امبالا. امبالا اربع ابواب فور دور هارد توب. اربع ابواب هارد توب مما معناه انه يعني ما في عمود يجي بالنص بين الباب الخلفي والامامي. هذا طبعا شيء يعتبر من النوادر في الامبالات. السياره اللي معانا اليوم يا شباب اتعب واقول انها نظيفه ما شاء الله تبارك الله. سياره يعني الهيستوري حقها شيء عجيب. يعني اول شيء السياره ممشى اصلي 86000 ميل، داخليه الاصليه، خارجيه ميكانيكيه مجدده. يعني بصراحه شافها واحد امبارح من المختصين الامبالا قال يعني كانها طالعه امبارح من المصنع. ما شاء الله تبارك الله، شيء جميل جميل جميل. طبعا راح ندور حولها نشوفها بالكامل، نشوف الخارجيه الداخليه المحركات كل شيء ما شاء الله تبارك الله فيها. طبعا ماكينة 283 نمبرز ماتشنج، الجير التوماتيك حقها نمبرز ماتشنج، كل شيء في السيارة يا شباب نمبرز ماتشنج. الداخلية الأصلية بالكامل، هذه الداخلية الأصلية يا شباب شايفين؟ الشيء الوحيد مغير في الداخلية الفرشات الأرضية وأنتم بكرامة فقط لا غير. غير كذا كل شيء اصلي، حتى الهيدلاينر السقف. طبعا بحكم ان الداخلية الاصلية نشوفوا يعني شوفوا البهتان اللي في اللون هنا، يعني بصراحة ما يذكر لكن شيء جميل جميل جميل. يعني شوفوا البهتان اللي هنا فوق، ما يعني المراتب ما فيها قطع، ما فيها شق، ما فيها حتى اثار يعني الوقت. كل ما نقول الا ما شاء الله تبارك الله. طبعا زي ما قلت هذه امبالا موديل 60. طيب خلونا نشوف الماكينة ونشوف الشنطة ونشوف المحركات، ناخذها في جولة قيادة. نبي نشوف بطن الموتر كمان، بطن الموتر ما شاء الله تحفة. طبعا يا شباب الموتر مجدد مع نية ان الموتر يكون شكله او تجديده كأن البارح طالع من المصنع، وانا اعنيها بكل ما تعنيه كلمة معنى. يعني شوفوا مثلا الغطاء حق البطارية، هذا زي البطارية الأصلية من عام 60. عندك شوف الأختام حقت الهوزز الجي ام الأصلية، شوف الختم اللي على المكيف الحار 81 شايفين؟ نفس تصميم الوكالة. كذلك بوريكم أشياء تحت بطن الموتر مسوية بنفس الفكرة، الألوان حقت المسكة الكبوت حقت الهنجز حقت الكبوت، الستيكر حتى هذا مو ستيكر، هذا يعني طباع عليه، أتوقع أن هذا الأصلي حقها. عندنا يا شباب الدينامو الجنريتر الاصلي، نظام الفرامل الاصلي، كل شيء ما شاء الله تبارك الله فيها كانها طلعت البارح من المصنع. بصراحه من المواتر المميزه واللي يعني بصراحه نتشرف انه نعرضها في حساب في اي بي كلاسيكس، انه ما يمر علينا كل يوم موتر بنفس النظافه والتجديد هذا. كذلك نشوف خلينا نشوف بطن الموتر. بطن الموتر يا شباب شوفوا اذكر الله، قولوا ما شاء الله تبارك الله. يعني شوفوا حتى الاستيكرات اللي على المساعدات. خلينا نشوف الجنب. طيب خلونا نشوف الشنطة. طبعا معاها العفريت الأصلي،
العفريت الأصلية حقتها وقاعدتها وكل شيء تمام. حط حتى الكارد بورد اللي هنا يعني هذا نفس الستايل الأصلي حق الوكالة حقها. الفرشة بعدين فرشة، شوف كيف يعني هذا من قوة حماية رعيها لها. طبعا قصة رعيها قصة بصراحة، شايفين كيف يا أخي؟ ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. الله ما يتكرر علينا الموتر هذا كل يوم، خاصة بالسعر اللي راح يعرض فيه بالنظافة. ف يعني الحكم لكم. طيب طبعا احنا اخذناه من المالك الثاني، المالك الثاني اللي هو اسمه كان توم، هذا توم هانكس. طبعا الموتر اخذناه البارح من رعيه نفسه، اشتراه او جاء هدية من اخوه عام 86. اخوه شراه عام 1977 واعطاه اخوه هدية عام 86 وجدده، وما شاء الله تبارك الله حافظ عليه محافظة ومشاه 21,000 ميل. طبعا هو المالك الثالث، هو اخوه المالك الثاني، هو المالك الثالث، وفي عائلة قبلهم هي المالك الاول. طيب دقيقة، كيف تعرف ان العائلة واحدة تملك؟ اقول لكم يا جماعة الخير دقيقة، صلوا على النبي، الحين اوريكم كيف. طبعا شوفوا ايش حصلنا في الموتر. طبعا هو كلام رعيها انا محصلها، شوفوا. طبعا عندك الكتالوج الاصلي حقه، ممتاز. ايوه شوفوا هنا يا شباب، هذا التأمين القديم حق السيارة اللي اول ما طلع. طبعا نتكلم على هذا الشيء يمكن من عام 1960. شوفوا هذا يا شباب، هذا الاستيكرات حق التأمين لما تأمن السيارة كل سنة، كل سنة يعطونك واحدة. هذه تأمين سنة عام 1974، هذه تأمين عام سنة 1973، شو مرتبة في التاريخ. هذا عام 72، لا هذا عام 72 صحيح، هذا عام 71، معاك لين توصل عام 60. شايفين كيف يا جماعة؟ وهذه استمارة السيارة الأصلية برقم الفن نمبر حقها، موديلها 60 شفروليه إمبالا من عام ألف. طبعا رعيها اشتراها عام 61، السيارة هي موديلها 60، اشتراها بعدها بسنة من ولاية واشنطن. شايفين يا جماعة الخير؟ طبعا المالك تبعها ذا اللي هو اسمه مير، هو نفسه اللي في تأمين كامل لين عام 77، اللي عام 77 اشتراها أخو الرجال راعي السيارة اللي اشتريناها منه. ان شاء الله اني ما اكون ضيعت فيكم ولا لخبطتكم، لكن ان شاء الله عرفتوا كيف لما نقول مالك الثالث. عرفتم كيف يا جماعه الخير؟ طبعا هذه اوراق التامين حقتها، هذا الفولدر الاصلي حقها، يجي معاها مسجل افتر ماركت محطوط في الدرج، طبعا شغال من احسن ما يكون، وكاسيت. عندك هذه زي ما قلت، هذه قصه رجال كاتبها وحطها نشرها في مجله شفروليه، وطبعا راح تكون نسخه منها بداخل السياره في عام 2003. شوفوا يا شباب متى كتبه، اوغست 2003، عام اوغست 2003. يا الله، طبعا يتكلم على قصة السيارة بالكامل وتجديدها وصورها وكل شيء. اقول لكم شيء يا جماعة الخير، والله ما ابالغ انه الرجال لما جينا ناخذ منه السيارة البارح، طبعا هو كبير في العمر، مقتني السيارة دي من اكثر من 35 سنة، فيقول انا خلاص ما اقدر، يعني ما اقدر اسوقها، ما اقدر استمتع فيها، وذكريات يعني عاصرة على قلبي، فقررت اني ابيعها. فكان متردد وما عرضه والله بالسوق، عرضه علينا بشكل حصري. فلما خلصنا معاه وكل شيء، يعني الرجال قال يعني انا اسف، وبدا يبكي، بدا يبكي يبكي يبكي، والله العظيم كانه طفل. ان انا يعني بصراحة ما ادري ايش اسوي، يعني خلاص والله ما ادري ايش اسوي. فقمنا نهدي فيه ونهدي فيه والامور طيبة، والله يعوض بأحسن منها إن شاء الله. فالرجال والله إنه باعها، وذكريات يعني متأكد ذكريات كثيرة له فيها. طيب خلونا نشغل ونقول بسم الله، ما شاء الله تبارك الله. أنا ميكانيكي يا شباب، أعطي السيارة هذه بصراحة 9/10 من دون مبالغة. والله السيارة موديلها 60، ما هي موديلها 2019 أو 2020، ما هي جديدة أصفار طالعة من وكالة اليوم، لكن سيارة ما شاء الله تبارك الله بحالة من أروع ما يكون، يعني صبغها، داخليتها، ميكانيكيتها، كل شيء فيها، حتى قيادتها بصراحة جميلة. الحين خلنا نأخذها ونشوف، شوف حتى ما تسمع صوت قربعة، صوت رجة، شيء
صوت الماكينة القديمة اللي كلنا نعرفها. طبعا من الأشياء المميزة في السيارة إنه يجي الطبلون حقه يسمونه باد الداش، طبلون يجيك ملبس بالجلد، وهذا يعتبر أوبشن ذيك السنين تأخذه من الوكالة جيرتماتيك. الباب مفتوح، الشباك تبارك أجمل السيارات اللي سكتها وجربت قيادتها. ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله بنهاية هذا الإعلان تكون استمتعتوا معنا، وإن شاء الله إنه يكون يعني الفوز على قد المستوى. وأي طلبات وأي استفسارات التواصل معنا على الواتساب أو عن طريق الإنستغرام على طريق حساب VIP Classics. طبعاً هذه جولة بسيطة في المعرض، والحمد لله إحنا شركة مسجلة رسمياً في كندا، عندنا مقرنا الرسمي، عندنا مركز الشحن تبعنا، نشحن سياراتنا من هنا. هذه ما شاء الله راح على الإمارات، راح على الإمارات، رايح على قطر، رايح على السعودية، هذه ما شاء الله رايح على البحرين، هذا رايح على اليابان، هذا رايح على جدة، البيوك. طبعا باقي المواتر ما تم عرضها وراح يتم بإذن الله عرضها قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.